لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى بعدما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين ووجد ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب من الثواب والعقاب: إن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، يعني حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة فأدخلناها وأرانا ما وصفه لنا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، أي على الكفر والمعاصي؟ قالوا نعم، أي قد وجدناه حقا. يقول: فتبين للخلق كلهم بيانا شافيا لا شك فيه صدق وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا. وذهبت عنهم الشكوك والشبه، وصار الأمر حق اليقين، وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطوا، وأيس الكفار من الخير وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. فأذن مؤذن بينهم، أي بين أهل النار وأهل الجنة، بأن قال لعنة الله على الظالمين. اللعنة الله على الظالمين أي بعده وإقصاؤه عن كل خير. على الظالمين إذ فتح الله لهم أبواب رحمته فصدفوا أنفسهم عنها ظلما، وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم، وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا. والله تعالى يريد أن تكون السبيل مستقيمة يعتدل سير السالكين إليه. هؤلاء يريدونها عوجا، منحرفة صادة عن سواء السبيل، وهم بالآخرة كافرون. وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط والإقبال على شهوات النفوس المحرمة، عدم إيمانهم بالبعث وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب، يعني عدم رجائهم للثواب كذلك. يقول: ومفهوم هذا النداء اللي هو اللعنة الله على الظالمين، مفهومه يعني العكسي، أن رحمة الله على المؤمنين وبره شامل لهم وإحسانه متواتر عليهم. وقوله وبينهما حجاب، أي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب يقال له الأعراف، لا من أهل الجنة ولا من أهل النار، يشرف على الدارين وينظر من عليه حال الفريقين، يعني وقفوا على مكان بين الجنة والنار يرون أهل الجنة ويرون أهل النار. وعلى هذا الحجاب، هذا المكان، عليه رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم، أي علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون.
فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم أن سلام عليكم، يحيونهم ويسلمون عليهم وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة، ولكنهم يطمعون في دخولها، ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ورأوا منظرا شنيعا وهولا فظيعا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم، وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون بالله من حالهم هذا على وجه العموم. ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم وهم من أهل النار، يعني أهل أصحاب الأعراف نادوا رجالا من أهل النار، وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولاد. فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث: ما أغنى عنكم جمعكم، أي الذي كان في الدنيا تستدفعون به المكاره وتوسلون به إلى مطالبكم في الدنيا، أي تتوصلون، فاليوم اضمحل ولا أغنى عنكم شيئا، وكذلك أي شيء نفعكم استكباركم على الحق وعلى ما جاء به وعلى من اتبعه. ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار، فقالوا لأهل النار: أهؤلاء، أي الذين أدخلهم الله الجنة، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أي احتقارا لهم وازدراء وإعجابا بأنفسكم، قد حنثتم في أيمانكم وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب، ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي قيل لهؤلاء الضعفاء إكراما واحتراما: ودخلوا الجنة بسبب أعمالكم الصالحة، لا خوف عليكم، أي فيما يستقبل من المكاره، ولا أنتم تحزنون، أي على ما مضى، بل آمنون مطمئنون فرحون بكل خير. يقول: وهذا كقوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي في الدنيا، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم، أي يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، يعني انقلبت الآية. قال: واختلف أهل العلم والمفسرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم، والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار، ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة، فصاروا في الأعراف ما شاء الله، ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة، فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه، ورحمته وسعت كل شيء. هذه الآيات فيها دروس مهمة، من أخطرها أثر الحسنات في رجحان الميزان، وأثر السيئات في الخسران، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. لذا على المسلم أن يجتهد في الأعمال الصالحة في الدنيا وتكثير الحسنات حتى لا يصاب بهذا الخسران، ولا يكون من أهل الخسران الذين حق عليهم دخول النار، ولا حتى يكون من أهل الأعراف الذين هم بين الجنة والنار، لأن من زادت حسناته على سيئاته دخل الجنة لأول وهلة. والإنسان طالما كان في الدنيا فالفرصة لا زالت قائمة، فالصيام مثلا يبعد الإنسان عن النار 70 خريفا باليوم الواحد، وفي رواية 100 عام. كذلك الاجتهاد في السنن والنوافل كنوافل الصلاة وقيام الليل ونحو ذلك. أيضا أن الكبر من أسباب دخول النار، وأخطره ما كان من إبليس لعنه الله حينما استكبر على ربه وأبى ورد أمره، فهذا يجعل العبد مخلدا في النار والعياذ بالله، وما كان دونه والعياذ بالله تعالى كالكبر على الخلق ونحو ذلك فهو من الكبائر
التي ربما يحرم العبد بسببها من الجنة، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فعلى الإنسان أن يتعاهد قلبه وأن يحرص على سلامته من هذه الآفات وتلك الأمراض. وفيها كذلك خطر الظلم، سواء كان ظلم الإنسان لنفسه أو ظلمه لغيره. فهناك أناس ظلموا أنفسهم بالكفر فدخلوا النار، والشرك ونحو ذلك من الأعمال أو المعاصي التي لا تغفر إذا مات العبد عليها. وهناك ظلم دون ذلك، أن يظلم العبد نفسه بالكبائر والمعاصي، فهذا إن لم تشمله وتدركه رحمة الله فيستحق بذلك دخول النار ثم يخرج منها برحمة الله أو بشفاعة الشافعين. وفيها كذلك أن الحسنات كما تكون حسنات جارية باقية لصاحبها بعد الموت، فهناك أيضا سيئات جارية، وهي التي تسبب الإنسان فيها بأن أضل غيره والعياذ بالله تعالى، فلم يكتفي بإضلال نفسه وانحرافها حتى أضل غيره والعياذ بالله، فاستحق اللعنة وصد عن سبيل الله والعياذ بالله تعالى. وفيها بيان حال أهل الأعراف، وأنهم يطمعون في رحمة الله ودخول الجنة، ويخافون من العذاب ودخول النار. والطمع من أسباب نيل الرحمة والخير في الدنيا والآخرة، ألا ينظر الإنسان إلى عمله وكسبه فيعجب به، وإنما ينظر إلى رحمة الله فيطمع في كرمه وجوده جل وعلا. فأهل الأعراف إنما نجوا، وأهل الجنة عموما برحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا فيها ما كان عليه أهل النار من الكبر والعجب والغرور، حتى ربما أقسموا على أناس ورأوا أنهم ليسوا من أهل الجنة، واحتقروهم في الدنيا واستهزأوا بهم وسخروا منهم، وكان أنصاروا إلى رحمة الله بإيمانهم. فأهل النار والعياذ بالله تعالى يوم القيامة كانوا يسخرون من المؤمنين في الدنيا، فالمؤمنون يوم القيامة يسخرون منهم. ويقول أهل الأعراف لأهل النار: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ كانوا في الدنيا كذلك، فيقولون ويقال لهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وفيها أخيرا ما كان عليه أهل النار والعياذ بالله تعالى من التقوي بالعدد والعدة والجاه والمناصب، ولكن هذا الجمع لم ينفعهم يوم القيامة: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.